سيد رياضي مشتري بيت وقاعد في بيت جديد، يقول أشوف حركات وقضايا تصير في البيت والأحذية في مكان آخر والملابس على حال ترمى في وسط الغرفة والماي مدري إيش، يقول أشوف حركات غير كذا وأعتقد بيتي يعني بجن. أنا ما أريد أقول ما أكو هالشكل شيء، لا أكو هذا الشيء موجود، ولكن شنو اللي يسوي واقعا شنو اللي يسوي؟ طبعا أكو بعض الأدعية، أكو بعض الأحراز والأدعية تكتب على الجدران باب البيت بالزوايا لإبعاد الشياطين الذين يؤذون الجن. بعضهم مؤمنين ما يؤذون، أكو جن لا ياذي ياذي ويرعب يخوف، فالإنسان يكتب بعض الأدعية بعض الأحراز. وأنا في الواقع لست متخصصا في هذا المجال يعني.